وسهلا مرحبا بكم. نشكرك وتنزا بال هنا بالتظاهرة هذه اللي نظموا فيها بالاحتفال بالستينية متاع بعث معرض سوسة الدولي. عبد العزيز، لو كنت تحكي لنا شوية على المعرض هذايا، كيفاش تمت عملية تنظيم متاعه، وكيفاش تم الاحتفال بالأجواء بالاحتفال بالستينيات؟ الأول معرض نظم في سوسة عام 1955، وكان هذه بإرادة من المرحوم الهادي بوسلامة، اللي كان في الوقت كان هو رئيس الحجرة التجارية المختلطة الوسط. وبعدها قعد ينظموا في تظاهرات أخرى ومعارض، لكن ما عندهمش وقتها محل قار. المحل اللي نحن متواجدين فيه توا تبنى عام 1997، وقت عملنا أول تظاهرة هنا، وطولت عنا شريكة معناها عندها مقر خاص اللي احنا فيه سيدي عبد الحميد بن سوسة. عسلامة سي الهاشمي، شحوالك؟ لاباس؟ بارك الله فيك. بما انك ابن سي الهادي الله يرحمه، لو كنت تحكي لنا شويه على انطباعات المهرجان المعرض الدولي بسوسه. ما احناش مستنسين نعملوا كل عام احتفالات كما هكا، سنين نشوفوا اللي هي دوره كبيره احتفاليه بستينات كبيره. لو كنت تحكي لنا شويه كيفاش تم عمليه التنظيم، كيفاش جات الفكره، كيفاش؟ بارك الله فيك وفي المداخله هذه، على خاطر احنا من قبل عشت الايام الاولى نتاع معرض سوسه، من المعرض الاول ليومنا هذا، خاطر عمري 70 عام، بحيث اكثر شويه من عمر المعرض. المعرض عمره 60 عام وانا عمري 70، بحيث عشت الاوقات الكل والمعارض الكل. واحنا فرحانين ياسر، اللي الفكره هو جابها اخويا احمد لهنا، احمد بوسامه، هو اللي قال، هو مجلس الاداره نتاع المعرض، قال نحتفلوا السنة بستينية، فهمتني؟ والستينية هذه عملنا لها كل الإمكانيات وكل الأشياء اللي باش تنجح السهرة هذه وتكون سهرة مميزة، على خاطر قبل كانت سهريات هكاك شعبية شوية. السنة إن شاء الله هاك تشوفوا، معناها جاء السيد الوالي وجاوا برشا مستدعيين، وحتى الإطار إطار طيب وإطار معناها محترم. وهذا كل انا نعتبر لي الوالد فرحان، في بحذا ربي فرحان يعيشك، فرحان انه المعرض قام بالشيء هذا، على خاطر هذا واجب المعرض باش يقوم بالشيء هذا. عسلامة سي موس كريفة، شنو لك؟ مرحبا بكم ومرحبا بسوسة تي في. شنو لك؟ شنو رايك في المعرض اليوم؟ لبس ثم شويه منتوجات، ثم قبال ان شاء الله يكون اكثر حركية تجارية وحركية جديدة لسوسة. سي أيمن، شنو تقول؟ والله عادة حميدة، إن شاء الله تتواصل، وفرحانين بوجودكم أنتم معنا، زادة تبارك الله عليكم في كل محضر تحضروا، معناتها الناس سي أيوب مرحبا بكم. يعطيك الصحة، عايشة. عسلامة مدام. عسلامة أختي. شنو أحوالك؟ كيفاش ترى اليوم المعرض؟ راه باهي فالة. حافل. شنو الحاجة اللي عجبتك فيك؟ العروض اللي تفرجت عليهم، شنو اللي عجبك؟ لباس تقليدي. ديما لباسنا تقليدي هو اللي يحيي كل دورة مهرجانية ولا كل احتفال. حاش ما يموتش، ديما موجود. يشرفنا في هذه المناسبة تقديم وجه سياحي أجنبي جاء إلى سوسة ليقضي أيام في سوسة، وليؤكد بأن سوسة مدينة الجمال، مدينة العطاء، ومدينة الأمن والسلام. هذه السائحة هي بلجيكية الأصل، وأتركها تقدم أجواء إقامتها بنفسها. Profiter pour dire justement que la Tunisie restera toujours pour moi la meilleure destination, et je crois pour beaucoup d'Européens, on est toujours là pour soutenir la Tunisie. كنت نجم تحكي لنا شوية على كيفاش كانت تحضيرات المعرض؟ والله c'était bien passé. حضرنا الكل ميس وتعدينا، وسي بون معناها سافا.